ابنك هيبني وراسه في السماء وبكره جاي ما تقلقيش خلاص بدأنا الملحمة نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. الأرض هي الماضي والمستقبل للاستثمار والادخار. زمان اللي ما كانش عنده أرض كانوا بيعيروه، وأيام ما عواد باع أرضه كانت فضيحة. لما بشوف الأرض بتهون عليا سنين الشقة والغربة، وبحس إن تعبي ما راحش بلاش. زمان كانوا بيقولوا لنا إن البلاد بتتقدم بالزراعة، لكن ما كنتش بصدقهم، بس بعد ما شفت بعنايا صدقتهم. بس أنا عايز أقول لكم حاجة، النهاردة اللي عنده أرض ما بيضربش على بطنه. أفرولاند هتحول حلمك لحقيقة. الأمان بجد إن يكون عندك أرض، وعشان يكون عندك أرض لازم تروح أفرولاند مستشارك الزراعي. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل، بالصبر هيحلى وهيهون، يا رب بفضلك قدرنا، على كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخدرا، وساعدنا بإيدنا مشاهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. من سيزرع المليون؟ الحقيقة اللي بيزرعوا المليون تعرضوا لخسائر كبيرة وأزمة كبيرة بسبب موجة الطقس السيئة اللي ضربت معظم محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي. بدأت من يوم الخميس الجمعة امتدت إلى يوم السبت، أزمة كبيرة جدا. يعني رغم جهود وزارة الزراعة في احتواء الأزمة وحصر الخسائر، لكن الحقيقة برضو ما زالت الأزمة قائمة. الكثير من المزارعين تعرضوا لخسائر كبيرة
خاصة مزارعين الفراولة، مزارعين البطاطس، القمح كله زي ما بيقول الفلاحين رقد، وده تسبب في خسائر كبيرة جدا للمزارعين. هل هيتم تعويضهم من قبل الدولة خلال الفترة اللي جاية؟ هل هيتم حصر هذه الخسائر وضعها في إطار محدد لتعويض هؤلاء الفلاحين؟ يعني احنا مش عارفين الفترة الجاية هيكون فيها ايه، خاصة ان بعض المزارعين تقدموا بشكاوى وبطلبات استغاثة الى وزير الزراعة المحاسب السيد القصير للتدخل في هذه الأزمة. الحقيقة الموجة الشديدة اللي ضربت المحافظات او معظم الجمهورية يوم الخميس والجمعة والسبت دي لم تشهدها مصر من حوالي 26 سنة تقريبا. البعض اطلق عليها عاصفة التنين، والبعض الاخر نفى يعني هذا المسمى، ولكن هي عبارة عن أمطار غزيرة وصلت لدرجة سيول. محافظة الجيزة فيها الكثير من القرى تعرضت للغرق، أيضا بعض المحافظات الأخرى خاصة محافظات الدلتا تعرضت لأزمة كبيرة في الزراعات. كمان كان تبع ده عاصفة ترابية تسببت في خسائر كثيرة. نتمنى من وزارة الزراعة والجهات المسؤولة في الوزارة في ضوء العمل بتاعها خلال الفترة الأخيرة من قبل الإرشاد الزراعي، الحقيقة كان مطلع توصيات وتحذيرات للمزارعين بالإضافة إلى كل القطاعات اللي نزلت تحصر الخسائر الخاصة بالموجة دي بالنسبة للمزارعين. نتمنى يكون في يعني حاجة أكتر من الدولة خلال الفترة الجاية، وهو صرف تعويض مناسب للمزارعين اللي تعرضوا لخسائر في هذه الأزمة. إيه إزاي ممكن نعوضهم؟ حصر هذه الـ أو حصر الضرر الواقع على الفلاح، ومحاولة يعني صرف تعويض لي من خلال الصناديق اللي موجودة كتير في الوزارة. ما أعتقدش أن في صندوق لتأمين المخاطر الخاصة بالفلاحين، لكن نتمنى من الوزارة التدخل لدعم الفلاحين، خاصة أن الفلاح هو القطاع الوحيد اللي بينتج في ظل وجود فيروس كورونا، في ظل وجود الحظر، في ظل كل حاجة موجود في الأرض، موجود تحت المطر، موجود تحت العواصف، هو المزارع والفلاح. احنا معانا الحقيقة الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وكان أحد الجنود اللي الحقيقة وقفوا قبل وحذروا قبل الموجة بعدة أيام، وكان من أول الناس اللي نبه لهذا الموضوع. في بعض الفلاحين الحقيقة يعني أخذوا بتحذيراته، لكن كثير من المزارعين تاني تجاهلوها أو لم يأخذوها بعين الأهمية. دكتور محمد علي أهلا بحضرتك. السلام عليكم أستاذ شعبان، إزاي حضرتك؟ ربنا يخلي حضرتك يا رب. دكتور محمد، احنا شفنا موجة سيئة ومتوقع أن يكون في موجة تانية حذر منها معهد وقاية النباتات وزارة الزراعة يوم الجمعة المقبلة. عاوز أعرف من حضرتك هذه الموجة ومدى تأثيرها على الفلاحين، وإزاي يعني مجموعة نصايح للفلاحين سريعة، خاصة اللي بيزرعوا القمح، اللي بيزرعوا المحاصيل الحقلية. وياريت تقفل التلفزيون وتسمعنا من التلفون، معلش يا دكتور. ما انا اصلا عاوز اكلمك والصورة قدام، بس انا بعيد عن التلفزيون اهو. بص يا استاذ شعبان، اولا الحمد لله ما فيش اي موجة في الطريق تساوي او حتى قريبة من الموجة اللي حصلت، فانا ما اعرفش مين اللي قال التحذير ده. المتوقع بسرعة جدا، طبعا الكلام كتير جدا وانا عارف ان الوقت ضيق، المتوقع ان الطقس الاسبوع اللي جاي طقس شتوي طبيعي جدا، ما عدا ارتفاع في درجات الحرارة من بداية الاثنين، وارتفاع تقريبا ارتفاع يعني للفترة دي من السنة، بس هيرتفع تقريبا 6 درجات من يوم الاثنين. ده الحدث المناخي الوحيد المتوقع، وغير شوية أمطار بكرة الجمعة على شمال الدلتا وشمال سيناء لا ليس لها أي علاقة بالأمطار اللي حصلت ولا تساوي واحدة حتى على 100 منها. المهم ما حدث في مصر يوم الخميس ويوم الجمعة هو حدث مناخي استثنائي، وده جزء أصيل من حاجة اسمها التغيرات المناخية بسرعة جدا. كان في منخفض جاي، منخفض السوداني الموسمي اللي بيضرب مصر في الوقت ده من السنة أو بعديه بشوية، بيعمل شوية رياح 50 بسيطة. وفي منخفض آخر اسمه منخفض أوروبا البارد أو جنوب إيطاليا اللي بيعمل شوية مطر. الغريب في الموضوع إن الاثنين تزامنوا في توقيت واحد، فتصادموا في منطقة الصحراء الغربية، فحصل حاجة اسمها تكوين منخفض، وسموه منخفض التنين. ده اسم يعني على إنه منخفض متسع عميق، بيبقى سرعات الرياح فيه عالية وكميات الأمطار
كميات ضخمه جدا، وبيحصل لها عمليه اسمها عمليه تغذيه من الطيارات. المهم الاخر كان طقس سلبي على معظم الزراعات الموجوده بسبب كميات الامطار الضخمه اللي نزلت، فعملت حاجه اسمها تشبع للتربه حوالين النبات. وده كان بيستلزم ان اول حاجه يوم السبت ينتهت يوم السبت، بدات خميس وجمعه والسبت لغايه الظهر اتركزت على مصر الوسطى ومنطقه الصف ومنطقه والقاهره الكبرى وبعض مناطق سيناء. ده اللي حصل السبت. كان المفروض من يوم الاحد يتم تصفيه وسحب المياه تماما من الحقول كلها، ومعظم المزارعين عارفين كويس ان ما ينفعش المياه تستنى تحت الزرع فتره طويله، وده اللي هيعمل المشاكل الكبيره اللي هي حصلت فعليا، غير موضوع رقاد القمح، غير موضوع تساقط الازهار والعقد الصغير وتقصيف وتقصيف شماريخ المانجا. الحاجات دي كلها حصلت في مناطق متفرقه، معظم المشاكل اللي حصلت بسبب الميه اللي الارض ما قدرتش تستوعبها جوه الوادي والدلتا. يعني الحمد لله بره في المناطق الظهير الصحراوي معظم المشاكل بتاعت الميه كان جريان سطحي، ان الميه تيجي من منطقه عاليه عن المزرعه وتخش المزرعه وتغسل التربه وتعمل تجريف للتربه تحت الاشجار وتطلع. دي كان معظم الخسائر في الاراضي اللي بره الوادي والدلتا. اما اراضي الوادي والدلتا للاسف الشديد فمعظم المشاكل اللي فيها زي ما قلت لحضرتك مشكله الامطار. الرياح المحمله بالرمال والاتربه كانت متركزه فقط على اسوان والوادي الجديد والاقصر وقنا وجزء من سوهاج، ومعظم المشاكل اللي عملتها عملت مشاكل لبعض الطماطم المجففه، مناشر الطماطم الموجوده في المحافظات دي، وعملت مشاكل طبعا في الاتربه الموجوده على الزراعات، ودي اسهل حاجه في العلاج. المشكله كلها في الاراضي اللي اتغمرت بالميه، ودي فعليا اللي حصل خسائر لبعض الناس في بعض المحافظات. وفعليا زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان من يوم السبت اللي فات قبل الموجه باسبوع تقريبا كان في تحذيرات كثيره جدا على ان موجه الخميس والجمعه بس، يعني مش معناها ان الفلاح مقصر، معناه ان اللي حصل كان اكبر بكثير من استيعاب الارض نفسها مش استيعاب الفلاح. كان في توصيات مهمه ساعتها ان موضوع سحب الميه، ان موضوع اضافه السوبر فوسفات لمعظم القدر الموجوده. دلوقتي انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا اللي جاي، يعني يا دكتور عظيم نصائح انا جاي. عاوز اقول حاجه مهمه جدا من النهارده لغايه يوم الاثنين قبل الحراره ما ترفع، كل عمليات التاهيل والترميم لنمو معظم المحاصيل لازم يكون في اسرع وقت ممكن. يعني اللي عنده رشاط هيرشها زي اللي صدق القمح لو موجود، رشاط للبيض الزغبي على البصل، اللطعه الارجوانيه على الثوم، الندوه المبكره المتاخره على البطاطس والطماطم، الندوه البكتيريه على الطماطم وعلى المانجا، عفان الجذور والذبول على التفاح العطريه، الكمون وغيره وغيره وغيره. الحاجات دي كلها لازم نفرغ منها تماما قبل يوم الاحد قبل ارتفاع الحراره. ليه؟ لان مع ارتفاع الحراره وما زالت النباتات خارجه من صدمه معناها ان هيحصل بخر نتح عالي، والنبات مش قادره تسحب، مش قادره تمتص لانها لسه في مرحله ما بعد الصدمه، ففي الحاله دي ممكن يحصل مشكله. فارجو كل مزارعين اللي بيسمعوني دلوقتي قبل يوم الاثنين كل الاجراءات، كل الرشات الوقائيه ضد الامراض اللي انا قلتها، ضد الـ بعض الحشرات زي دوده ثمار العنب الجيل الاول، دوده براعم الزيتون الجيل الاول، زي الذبابه البيضاء والمن بالذات هيبتدي يقوم جامد، وفعليا في اليومين اللي فاتوا بدا يحصل توالد سريع جدا للمن على كل الزراعات، الفول وعلى الفاكهه وعلى قصدي الخضار وعلى محاصيل كثيره وعلى القمح المتاخر، لازم رشات للمن. اذا لازم اجراءات مهمه وسريعه للحفاظ على المزروعات من المشاكل. يتفضل بس ان انا اخلي النبات يخش في مرحله امتصاص سريعه، ففي الحاله دي لازم يا اما لو انا في الاراضي اللي بره، اراضي اللي بره الوادي والدلتا فهي بتتروي فعليا بالتنقيط دلوقتي لان الاراضي نشفت، لازم اضيف لمعظم اشجار الفاكهه ومعظم الحاصلات الموجوده سواء كان خضر او غيره، اضيف البولفيك مع عالي الفوسفور مع عالي المغنيسيوم، يعني 2 او 3 كيلو عالي فوسفور وزيهم نترات مغنيسيوم مثلا، وحوالي كيلو بولفيك للفدان ايا كان المحصول خارج الدلتا مع الري. والرش دلوقتي لمعظم هذه الاشجار هيكون نفس الموضوع، نترات مغنيسيوم مع بوتاسيوم فوسفيت مع عالي فوسفور مع سيتوكاينين لكل الزراعات بدون استثناء. المهم ان انا اخلي النبات سواء كان شجره او محصول يرجع للحاله شبه الطبيعيه قبل يوم الاثنين. انا برجو كل انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، ويعني يا ريت المزارعين يلتزموا بهذه النصائح من الدكتور محمد علي فهيم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد استاذ دغرت مخيب وزاره الزراعه. معنا كمان المهندس عماد مهدي استشاري
زراعة الفراولة. الفراولة من المحاصيل المهمة جدا اللي تعرضت لأزمة وخسائر كبيرة خلال موجة الطقس السيئة. مهندس عماد. اهلا استاذ شعبان، مساء الخير. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك يا رب. في عجاله، يعني احنا عاوزين نعرف وضع مزارعين الفراوله دلوقتي ايه، وخاصه ان مزارعين الفراوله تقدموا بشكوى لوزير الزراعه بخصوص الخسائر اللي تعرضوا ليها. في يعني تلخيص بصوره عاجله، وضع المزارعين ايه وطلباتكم ايه من الوزاره؟ والله استاذ شعبان، هو الوضع السنه دي بالنسبه لمحصول الفراوله وضع تاثر سلبيا في حاله الطقس المترددة أكثر من مرة، هطول أمطار ثلاث مرات متتالية في وقت الحصاد لكل مرة في كل طوف، أدى في ثلاث مرات إلى ضياع المحصول بشكل تام، وآخرها كان إعصار التنين اللي أدى ضرب مصر ودمر قطاع كبير جدا من القطاع الزراعي. وأخطر شيء بيعاني من القطاع الزراعي إن هو بالله يخضع إلى منصوبة التأمين أو التأمين ضد الكوارث، وده وان عارفين ان القطاع الزراعي هو الدافع للتنميه الاقتصاديه. احنا عندنا محصول فراوله في بعد حدوث حاله الاعصار حاله متدنيه جدا، فقدان كافه المرحله في الطوف الاخير، الانتاج كله اتدمر. طبعا انت تعلم انه فدان الفراوله النهارده في ظل التكلفه العاليه المرتفعه اللي بتصل الى 150 الفدان، وانه في لحتى هذا اللحظه لم يحقق العائد من التكلفه حتى هذه اللحظه، والمتوقع في العام الحالي ان الفدان لا يتعدى 15 طن في مقارنه بالعام الماضي كان متوسط الانتاج بيصل الى 20 فيما فوق. هذا الامر بالتالي بيتطلب مننا امور جدا يكون الوزاره تحمينا في هذا الامر، واحنا تقدمنا بالفعل شكوى للسيد معالي وزير الزراعه والسيد رئيس البنك الزراعي ونائب رئيس البنك الزراعي ولبعض الجهات السياديه لوضع حلول مثلى تساعد على تقدم واستمرار محصول الذهب الاحمر اللي بيحتل المركز الثاني عالميا في المجمد. مصر من الدول اللي بتحتل المركز الثاني في المجمد. ايه ابرز المطالب دي يا باشمهندس؟ ابرزها اولا ان احنا طبعا في قطاع جدا احنا معانا، يعني معانا كمان على الشاشه بنعرض بعض الخسائر للمزارعين، مزارعين الفراوله في الاليوبيه تقريبا. اتفضل يا باشمهندس، مطالب. المطالب احنا بنحدد المطالب في عجله سريعه جدا، طبعا وفقا لقياده رشيده وقياده السياسيه نحو تطوير القطاع الزراعي، لان محصول الفراوله لو تمش دعمه العام الحالي والوقوف بجانب المزارع وانطلاق مبادرات من خلال الدوله. اولا احنا القرض في البنك الزراعي النهارده الفائده بتاعته فائده نصف سنويه 5% وبتقل 13% بعد ست شهور، وهذا امر مكثف في القطاع الزراعي. احنا بنناشد رئيس البنك الزراعي انه يوقف الفائده هذا العام على يتم سداد القروض العام المقبل. بالنسبه لي فيما يخص القروض في العام المقبل يتم تقديمها بشكل مستمر ودائم، نطلق مبادره من جانب الشركات الخاصه للمستلزمات انها تدعم المزارعين وتوقف عمليات سداد المستحقات الخاصه بما يتعلق خلال هذه الفتره، لحين نعمل مبادره للشركات تساعدنا ان احنا نقدم الموسم الحالي ونأجل وندفع الموسم القادم، وان احنا عشان نكمل في منظومه صناعه الذهب الاحمر في مصر، لان اذا لم يتم تدخل خلال الدوله في هذا الامر ستنهار زراعه الفراوله في مصر، اذا مصر تحتل مراكز عالميه كبرى فيها. ونتمنى من القياده السياسيه الرشيده ومعالي وزير الزراعه والساده رئاسه الجمهوريه دعمنا بشكل قوي، لان في حاله عدم الدعم والتعويض المالي او وقوف البنك او الجهات اللي بتدعمنا هيكون سبب في انهيار محصول الفراوله بشكل كبير وقوي جدا بعد حالات الدمار اللي اتت للمحصول في كافه اطفاره. انا بشكر حضرتك جدا باشمهندس عماد مهدي استشاري زراعه الفراوله. وضع الحقيقه صعب جدا من خلال الصور اللي احنا شفناها ومن خلال كلام المهندس عماد مهدي، باعتبار ان محصول الفراوله من اهم المحاصيل الاقتصاديه في مصر، ومصر دوله متميزه جدا في الحقيقه. يعني بالاضافه ده ان في تضرر كبير للصادرات الزراعيه بسبب
وقف الملاحة البحرية، وقف حركة الطيران في كثير من الدول، واحنا كمان بنصدر لدول الخليج، ودول الخليج فيها أزمة كبيرة خاصة السعودية. كمان احنا محصول تاني وهو محصول البطاطس من أهم المحاصيل برضو في مصر الاستثمارية، حوالي 20 مليار دولار فيها و 20 مليار جنيه استثمارات في هذا المحصول. احنا معنا المهندس محمد القاضي وهو استشاري زراعي في محصول البطاطس وحصيل اخرى. باشمهندس محمد اهلا بحضرتك يا استاذ شعبان، ربنا يخلي حضرتك يا رب. احنا يعني عاوزين نعرف مدى تاثر مزارعين الفراوله، مزارعين البطاطس بالطقس السيء او موجه الطقس السيئه اللي حصلت خلال الايام الاخيره. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهلا بك بجمهورك يا استاذ شعبان، ربنا يخليك يا باشمهندس. وانا هتكلم على المنطقه الاكثر تضررا وهي بعض محافظات الدلتا اللي هي الارض السمراء الري الغمر. من خلال متابعتي اليوميه والحقليه على طول، لان نسبه التاثر والاضرار الناتجه عن الامطار حوالي نسبة 60%. خسائر في المحصول. خسائر في المحصول. لغاية الآن. تمام. تزداد. الستين في المية دول يا أستاذ شعبان 40% منهم بسبب سوء الصرف المغطى. وأنا من خلال برنامجك المحترم بناشد معالي وزير الزراعة بعمل لجنه فنيه للوقوف على حاله الصرف المغطى ومدى وزاره الري. بقى الصرف المغطى وزاره الري، وزاره الري ما هو تبع وزاره الزراعه ولا وزير الري؟ لا لا مختلفين. يعني احنا بنناشد وزير الري الدكتور محمد، وهو دكتور محمد عبد العاطي من الناس اللي شغاله كويس جدا وبيستجيب بسرعه للمزارعين. يعني اتفضل يا باشمهندس. نتمنى، لان هو الكارثه كلها حصلت في المناطق اللي الصرف فيها تعبان، ومعظم مناطق مثلا زي محافظه المنوفيه كلها صرفها متهالك. فده يا ريت حضرتك تدعمنا في النداء ده. تمام. نيجي بقى لل 20% من ال 40 من ال 60%. احنا قلنا 60% 40 صرف و 20% تانيين. ال 20% دول بسبب اولا الثلاث ايام اللي قبل الري المزارعين رووا ارضهم، فده اثرت جدا. الثلاث ايام دول المطر نزلت بعدها اثرت جدا في المحصول. بعض الاصناف طبعا اصناف زي الاسبونتا كانت اكثر الاصناف تضررا. في اصناف تانية زي الكاره كانت اقل الاصناف ضررا. عشان نحط كل الامور في نصابها يا استاذ شعبان، برضه في بعض اهلنا المزارعين بيتعامل مع البطاطس على انها زرعه تحتاج الى ازوت فقط للاسف الشديد. مع ان البطاطس بتحتاج لكل العناصر الغذائيه والعمليات الزراعيه العلميه اللي بتتمشى مع الظروف المناخيه المتغيره، وده مهم جدا. كل حاجه عايزه تتغير عند الفلاح، مع اننا في النادي بس في ناس غيرت وفي ناس ما غيرتش. طب احنا يعني عاوزين نتكلم في دقيقه او في نص دقيقه عن الحل. يعني ايه ابرز النصائح اللي انت بتقدمها لمزارعين البطاطس خلال الايام اللي جايه؟ يا ريت. وانت شايف، انت شايف البطاطس الظروف بتاعتها واسعارها في ظل الظروف دي وفي ظل انه هيكون في يعني انخفاض في الانتاجيه، شايفه ازاي؟ طبعا اكيد في انخفاض في الانتاجيه، لان في عفان جذور حصلت، في ندوات كتير جدا، جميع انواع الندوات، ندوات متاخره موجوده بكثره جدا وبتتكاثر، في امراض فطريه تانية موجوده زي التبقع موجود. انا بقول للناس كلها تهتم بما بقي من عنده، والناس اللي زرعتها ما تاثرتش تهتم بالرش الفطري الجهازي للأمراض الفطرية، ويسألوا متخصصين، والسوشيال ميديا مليانة جروبات زراعية محترمة وفيها ناس بصراحة بتبذل مجهود جامد جدا وبتدي نصايح محترمة جدا. الموضوع صحيح الإرشاد الزراعي مش موجود، لكن فيه السوشيال ميديا بديل عن الإرشاد الزراعي، وفيها ناس فاهمة جدا ودكاترة وناس محترمة. فالمفروض الناس تهتم بكده وترش زراعة، ترش دلوقتي، وقاي اللي ما عندوش حاجة يرش برضه. لان انا من يوم المطر لغايه دلوقتي يا استاذ شعبان الموضوع كل يوم بيظهر مرض جديد.
كل يوم. انا بشكر حضرتك جدا باشمهندس محمد القاضي استشاري زراعه البطاطس، شكرا جزيلا ليك، ونتمنى لمزارعين البطاطس يعني اتباع هذه التوصيات خلال الفتره الجايه، واحنا موجودين في البرنامج والمهندسين والاستشاريين موجودين للاجابه على اي اسئله او استفسارات فيما يخص المحصول، فيما يخص الوضع في الايام اللي جايه للحفاظ على الانتاجيه الموجوده او مكافحه الامراض اللي ظهرت بسبب الموجه السيئه. احنا كمان يعني من المحاصيل المهمه برضو هو محصول العنب. العنب من المحاصيل اللي لسه يعني بيتجهز لزراعتها هذه الايام. احنا معنا المهندس رضا عز وهو استشاري زراعي زراعه العنب. باشمهندس السلام عليكم. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. باشمهندس يعني في عجاله، يعني ازاي زراعات العنب وهو محصول يعني من المحاصيل الاقتصاديه المهمه جدا الى جانب محاصيل ثانيه احنا اتكلمنا فيها، ازاي تاثر بهذه الموجه وابرز النصائح العاجله للمزارعين خلال الايام اللي جايه؟ هو طبعا محصول العنب تاثر كبير، يعني في تكعيب وقعت كثيره نتيجه الحمل الزائد في الامطار. ودي كنا نوهنا عليه قبل اسبوع من الموجة على صفحاتنا الخاصة عبر الفيسبوك وكل المجموعات الخاصة بالعنب. الناس كانت واخدة حذرها، رشين رشات البياض بتاعتها، داخلين بالمحصول وهو هيلسي ما فيش اي مشكلة، لكن الناس اللي كان فيه مشاكل في الاحمال الزايدة في الامطار، وده ادى للوقوع كتير جدا من التكعيب المغطاة بالبلاستيك. دي حاجة. الحاجة التانية زيادة المياه في البواكي أدى لزيادة الأملاح، وبالتالي احنا معانا كمان الصورة يا باشمهندس يعني على الهواء علشان الناس تشوف. اتفضل يا باشمهندس كمل. في مياه كتيرة جت في البواكي أدت لزيادة الأملاح، وبالتالي في الزراعات أثرت بالملح وعفان الجذور، وعشان كده الفترة الجاية لازم نعالج ملوحة بسرعة، لأن في مزارع بدأت تتأثر فعلا النهاردة الخميس بعد الموج الأملاح، وخاصة في المنيا وبني سويف. بعد كده انتشار لمرض، الحاجة المهمة انتشار لمرض البياض الزغبي مع زيادة الرطوبة، كان ديت حاجة ما كانتش بتحصل قبل كده خالص. دي كلها أدى إلى مشاكل كبيرة جدا تحت البلاستيك. حاليا العنب المتغطي في الإيرلي سويت والبرايم في خف، في التسهيل دلوقتي في خف، الخف سيء جدا جدا. ده هيعمل مشاكل كبيره جدا في المحصول، هيزود التكلفه علينا. المشهور بالعنب الايرلي او الايرلي سويت او البرايم ان بيجي له حب صغير كتير، فاحنا بنخفه كيماوي. الخف الكيماوي السنه دي مش هيجيب نتيجه لان في شوت بريس كتير، بالتالي هيحتاج عماله كتير، بالتالي هتبقى الجوده اقل من الموسم اللي عدى. الناس النصايح للناس خلال الفتره الجايه، الاول لازم نقنن الموضوع الري كويس جدا جدا، لازم نعالج ملوحه الاراضي اللي فيها ملح، لازم عفان جذور، ولازم نراعي نريد عفان جذور، ولازم نراعي فيه البي اتش اي علشان ان شاء الله التصدير. الحاجه اللي محتاجه منشطات جذور، نديها منشطات جذور خاصه في الشتلات الصغيره لمزروعه السنه اللي فاتت. ناخد بالنا كويس جدا من امراض البياض وخاصه البياض الزغبي دلوقتي مع زياده الرطوبه. وربنا يوفق الدنيا ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا باشمهندس رضا عز استشاري زراعه العنب، شكرا جزيلا لحضرتك. نتمنى لمزارعين العنب يعني الاستفاده من هذه التوصيات خلال الفتره اللي جايه، خاصه المرض البياض، وخاصه كمان نسبه الملوحه اللي ارتفعت في المزارع. شكرا جزيلا لحضرتك باشمهندس رضا. كمان محصول مهم وهو محصول الموالح، من اهم المحاصيل اللي موجودة في مصر. مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح هذا العام. من برضو الأشجار اللي تعثرت خلال الفترة الماضية بسبب الطقس السيء كان الموالح. احنا معنا المهندس محمد إسماعيل الاستشاري الزراعي، استشاري زراعة الموالح. باشمهندس محمد اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك باشمهندس. في خلاصه وعجاله ازاي المحصول الموالح او اشجار الموالح تاثرت بسبب موجه الطقس السيئه، وكمان مجموعه نصايح خفيفه للمزارعين لتخفيف اثار هذه الموجه؟ هو للاسف محصول الموالح اتعرض الموسم ده لمشكلتين متتابعتين، او احيانا او غالبا حصلوا في نفس التوقيت.
المشكله الاولانيه هي سقوط الامطار بشكل كبير اكبر من قدره التربه على تصريفها، وبالتالي اصبح في مشكله بالذات في مناطق الدلتا الاراضي السوداء انه تراكمت الميه فتره طويله، وبالتالي لقينا عرضه لاعفان الجذور، كل انواع مشاكل الاعفان، والناس خدت وقت طويل على بال ما قدرت تسحب المياه الزايده دي، خاصه انه المصارف فيها مشاكل في معظم محافظات الدلتا. بالنسبه للمناطق الصحراويه الموضوع كان مختلف شويه، بعض الناس اتاثرت نتيجه التجريف اللي حصل من الامطار من الاماكن العاليه للاماكن المنخفضه، وبالتالي ده عمل كشف للجذور. حاجه ثانيه انه المناطق اللي فيها او بترمي بمياه ملوحتها عاليه اثرت برضو في المناطق اللي النفاذيه فيها مشكله، الاراضي اللي فيها طفله او صخريه، وبالتالي حصل سقوط اوراق وسقوط عقد. مشاكل سقوط الاوراق ومشاكل سقوط العقد سواء في الدلتا او في المناطق الصحراويه الناس مش هتحس بيها دلوقتي، ده هيحسوا بيها في الفتره اللي جايه مع سقوط مع العقد الحديث ومع الانتاج الجديد. انما في مشكله ثانيه بقى اتسببت فيها الامطار بالنسبه لنا، ان احنا الانتاج ما بقاش الناس مش عارفه تطلعه من الارض عشان تقدر توديه المحطات، لانه الاراضي اصبحت فيها مشكله يعني طينيه وبقى في صعوبه في التحرك بشكل عام. احنا اتاثرنا كمان بمشكله الكورونا اللي جت فيروس الكورونا اللي جه في نفس التوقيت، واللي قلل من مشاكل من صادرات الموالح، وبالتالي بقى في مشكله انه الناس سابت الثمار لغايه دلوقتي على الشجر، وده قلل طبعا من اسعاره وعمل خلل كبير في سعر الموالح وفي حركه التسويق. يعني الحقيقه دي ازمه كبيره جدا، خاصه ان صادرات الموالح دلوقتي شغاله ومعظم المواني والدول اللي احنا بنصدر لها اتقفلت زي السعوديه وغيرها. يعني نتمنى يكون هذه الازمه تخلص قريبا ان شاء الله ويتم حل هذه الازمه. شكرا جزيلا للمهندس محمد اسماعيل استشاري زراعه الموالح، شكرا جزيلا لحضرتك. محصول تاني وهو محصول مهم برضو تاثر بهذه الموجه هو محصول المانجا. المانجا من المحاصيل المهمه جدا اللي في فتره تقريبا التزهير دلوقتي، وبسبب هذه الموجه في بعض الفروع الاشجار سقطت بسبب الامطار الغزيره، بسبب السيول، في تعفن في الجذور، في ازمه كبيره جدا. ممكن المهندس اشرف الانصاري استشاري زراعه المانجا يتكلم عنها. يا ريت لو المهندس اشرف معانا. مهندس اشرف، هو لسه المهندس اشرف هيجي لنا في الطريق. فالحقيقه يعني التغيرات المناخيه خلال الفتره الماضيه سببت في ازمات كتير، منها التقلبات الجويه السريعه، ومنها الموجه اللي زي ما الدكتور محمد علي فهيم اتكلم عنها وتسببت في خسائر كتير في اكثر من محصول. احنا معنا المهندس اشرف الانصاري استشاري زراعه المانجا. باشمهندس. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في عجاله باشمهندس، يعني محصول المانجا ازاي تاثر بالظروف الجويه السيئه من امطار وسيول وعواصف ترابيه، ومجموعه نصائح سريعه لمزارعين او اصحاب مزارع المانجا. محصول المانجا زيه زي اي محصول في مصر للاسف الشديد تاثر بالموجه اللي فاتت، ان يكن التاثير بتاعنا او في المحصول خفيف الحمد لله بفضل ربنا. بعض المزارع فقط وهي نسبة قليلة جدا اللي تأثرت بكمية المياه الكبيرة، خصوصا في الأراضي القديمة اللي بتروى غمر. نسبة تقصيف أو تكسير في الظهر نتيجة الموجة والرياح الشديدة والعواصف كانت نسبة لا تتعدى 2%، بسبب أن طبعا لسه لغاية دلوقتي التخريج ما اكتملش والظهر لسه في مراحل أولى وصغيرة. الوجه القبلي للأسف تعرض لعواصف رملية وترابية كتير جدا، العواصف دي هددت المحصول. تم عمل إرشاد لجميع المزارعين والمزارع اللي احنا بنشرف عليها في البحيرة والجيزة والشرقية. بعد الكشف والمعاينه اتكلمنا وقلنا للمزارعين المزارع اللي تحت مسؤوليتنا او متابعين على السوشيال ميديا يعملوا ايه حسب كل منطقه.
طب احنا عاوزين يعملوا ايه بقى عشان الناس الفائده تعم؟ يعني ايه النصايح اللي ممكن تقدمها او توجه بيها النصايح وجهناها للمزارعين في وقتها وحينه على وسائل التواصل انه يجب كان ساعتها لا احنا بنتكلم يا باشمهندس نتكلم على الفتره اللي جايه الفترة الحالية لازم يهتم بالرش الفطري بصفة دورية مدة من أسبوع لعشر أيام على أقصى تقدير، لأنه لازم يحافظ على التقدير بتاعه، لأن ده في الآخر بيترجم إن هو المحصول، فيجب إن هو يهتم برش المبيدات الفطرية بصفة دورية وأساسية. المزارع اللي زاد فيها نسبة المية أو نتيجة الأمطار يجب عليه ان هو ينتظر لحين جفاف الارض ويبدا التسميد بتاعه بطريقه سهله او بكميات مخفضه، لان الشجره معرضه للاجهاد. انا بشكر حضرتك جدا مهندس اشرف الانصاري استشاري زراعه المانجا، شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى من المزارعين الاستفاده من هذه النصائح والعمل بها مش بس في المانجا، في الموالح وفي العنب وفي المحاصيل الحقليه وفي باقي المحاصيل والفراوله، ونتمنى من وزاره الزراعه الاستجابه لمطالب المزارعين. على الجانب الاخر وفي كوكب ثاني خالص، في الكثير من المزارعين اللي واجهوا هذه الظروف المناخيه بوسائل ربما لابد من تعميمها خلال الفتره اللي جايه. وزير الغلابه الدكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه، واللي انتج مركب من المركبات اللي حققت طفره في الكثير من الزراعات، ده مش كلام وبس، ده عن تجربه واحنا شفناها بعينينا في الغربيه امبارح. الحقيقه مزارعين السماد الحيوي نوفا بلس ونوفا كي نجحوا في مواجهة هذه الظروف والتغيرات والأمطار والسيول والعاصفة الترابية وحماية محصولهم باستخدام هذا المنتج. يا ريت يعني نعمم هذه التجارب ونستفيد منها، وبعد شوية هنشوفها. لكن قبل ما نشوف التقرير، احنا معانا وزير الغلابة الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة المنوفية ورئيس شركة رويال جرين تكنولوجي المنتجة لنوفا بلس ونوفا كي، واللي الحقيقة له شعبية كبيرة جدا في مختلف المحافظات، وده شفناه بعينينا امبارح في الغربية، مش بس للمزارعين سواء الخضر أو الفاكهة، لا كمان لمربين الثروة الحيوانية ومزارع الثروة الداجنة. الدكتور محمد فتحي سالم أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا شعبان، ربنا يخلي حضرتك يا رب. دكتور محمد، يعني احنا شفنا المزارعين اللي زرعوا بالسماد الحيوي واجهوا هذه الأزمة وعدوا منها بجدارة بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم استخدامهم السماد الحيوي نوفا بلس ونوفا كي، وده عن تجربة احنا شفناها بعينينا وإن شاء الله هنعرضها بعد شوية. هذا المنتج اللي حضرتك يعني اشتغلت فيه على مدار 30 سنة حسب ما اتكلمنا قبل كده مع حضرتك، ازاي واجه هذه التغيرات المناخية وموجة الطقس السيئة والخصائص الموجودة في هذا المنتج، سواء يعني مواجهة الفطريات، مواجهة البكتيريا، مواجهة زيادة المية أو التعفن؟ يعني عاوزين حضرتك تحكي لنا عن هذا المنتج وإزاي ممكن يواجه التغيرات المناخية وضرورة تعميم هذه التجارب في محافظات وبين مزارعين آخرين. أنا بحييك جدا يا شعبان على طرح الموضوع، وبحييك على تشريفك لينا امبارح في مزارعنا في محافظه الغربيه، ولقاء للمزارعين المحترمين اللي هم هناك متبنين الزراعه الحيويه. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. ربنا يخليك، ده حقك والله، من خلال وبشكرك وبشكر في الاعداد معاك كله. انا بننشد من 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 نشاط شركه رويال جرين تكنولوجيا شعبان ان احنا نشجع الزراعه الحيويه في الدلتا. بمعنى انت شفت الاسبوع اللي فات كان عندنا شبه سيول، امطار متصله لمده 3 ايام متصله 72 ساعه. دي اثرت كتير جدا على زراعات البصل اللي هي محافظه الغربيه بايونير فيها او رائده فيها، والبطاطس. ايه اللي عملناه مع المزارعين؟ بنحاول نرفع وعي المزارع ازاي يرش المنتجات الحيويه ديت، وازاي يواجه الاثار السلبيه لتغيرات المناخ. بمعنى انت حضرتك شفت في الغربيه امبارح وانت بتصور، المزارعين كلموك قال لك الميه عندنا فوق ال 40 سم، بتلاقي الناس بتنشل الميه وترميها في اقرب مصرف ليها، الميه راكبه فعلا. الناس عملت بلعات في الشوارع وعملت قناه في الشوارع عشان تسرب الميه. لو انت حضرتك احتكيت بالمزارعين بتوعنا، الزراعه الحيويه ابتدت في الشعبان ان انا
النبات يقدر عنده مناعه يجابه الاثار السلبيه لتغير المناخ. بمعنى عند درجه حراره بالليل 8 مئوي، زي ما حضرتك عارف في الفيديو كده في الفيلم صاحب ليك ده بصل، البصل ده اتحداك يا شعبان لو حتى موجود في اوروبا بالجوده دي. ودي صح، احنا يعني شفنا يا دكتور والله، يعني حضرتك لو شفت كلام المزارعين نفسهم حاجه تفرح الحقيقه. ومقارنه بين حقل الارشادي المزارع بالسماد الحيوي بالحقل الثاني المزارع بالاسمده العاديه والكيماويات، الحقيقه في فرق شاسع. احنا مستهدفين من البصل ده ان بمشيئه الله نوصل ل 30 طن، وانا بدعوك لايف دلوقتي يوم الاثنين اللي جاي، احنا عندنا خبراء المان في الصلحيه، انا بدعوك انت وفي الاعداد بطريقه برضه مبتكره في انتاج البصل الحيوي لالمانيا، وبدعوك انت في الاعداد لازم تيجوا تصوروا التجربه دي معانا ان شاء الله يا فندم. طبعا بس نرجع لقضيه الدلتا دلوقتي، المزارعين في الدلتا يا شعبان اللي انت قابلتهم ناس مخلصه جدا، ناس محترمين، عايزين فكر الاول. احنا مستهدفين من نوفا بلس ان انا اخصب التربه دي واعمل حاجه اسمها اعاده اصلاح بيه. التربه دي خصبه اقل من 3 شهور ترجع زي زمان من 40 سنه. وفكره مركب الرش الورقي اللي هو نوفا فيه يخلي النبات يستحمل حاجه اسمها كولد ستريس وهيت ستريس، يعني تاثير كان النبات ما يحسش بالبروده ولا بالحراره. ويجابه الامراض الفطريه اللي هو مزارعين البصل لو انت احتكيت بيهم في الاراضي الكيماويه يقول لك انا كل يوم برش البصل مبيدات كيماويه، كل يوم برش ترش ومن، كل يوم برش رطع ارجوانيه، وبرغم كده البصل بتاعنا والشعبان بالزراعه الكيماويه مش عارفين نوديه السعوديه بالزراعه الحيويه فعلا وفيها يعني حصل اكتر من مره حظر من السعوديه ومن الكويت للبصل المصري ومن اكتر من دوله عربيه واجنبيه. تصدر الخليج وتصدر الاتحاد الاوروبي كمان. ولما شرفنا يوم الاثنين الجاي انا بتروح على قهوه لايف اهو، عندها تجربه رائده مع احدى الشركات العملاقه الخليجيه في الصلاحيه، عايز حضرتك تشرفنا وفريق اعداد لان تجربه غير مسبوقه. ان شاء الله يا فندم نزور حضرتك. انا يعني بشكر حضرتك دكتور محمد فتحي سالم، وان شاء الله يا دكتور هنعرض دلوقتي تقرير يعني يؤكد كلام حضرتك، والمزارع المصري لا يقتنع الا من خلال التجربه. شكرا جزيلا حضرتك دكتور محمد فتحي سالم وزير الغلابه واستاذ الزراعه الحيويه في جامعه المنوفيه، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا هنطلع نشوف التقرير الخاص بمزارعين البصل في الغربية، تجربة رائدة، حكاية جديدة من حكايات المزارعين في مصر، الناس اللي نجحت في تخطي وكل الحواجز واخرها موجة الطقس السيئة. هنطلع نشوف التقرير وانتظرونا ان شاء الله الخميس المقبل 9 مساء، انا معكم شعبان بلال. محمد راشد احد مزارعين البصل في طنطا الغربيه، زراعه جيده في ظل ظروف طقس سيئه. احنا هنعرف تفاصيل التجربه دي وازاي مر بظروف جويه صعبه وطقس سيء، امطار غزيره وصلت لحد السيول والعواصف، وكمان البصل بحاله جيده باستخدام او بعد استخدام الزراعه او السماد الحيوي. اهلا بحضرتك استاذ محمد. استاذنا شرفنا بحضرتك، ربنا يخليك. احنا النهارده انا اعرف من حضرتك تجربه زراعه البصل بالسماد الحيوي، عمره قد ايه وبدات ازاي وازاي واجهت الظروف السيئه بالامطار والسيول واللي حصل كله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد راشد، محله منوف، مركز طنطا، محافظه الغربيه. انا اول تجربه ليا السنه دي باستعمال السماد الحيوي نوفا بلس ونوفا كي، والحمد لله التجربه ماشيه معايا من اول السنه لحد دلوقتي. يعني بصراحه انا كنت شغال قبل كده بالكيماويات والمبيدات الفطريه، بس كان في بعض الظروف بتقابلني، مثلا الجو مثلا حر وتقلبات الجويه كان برده ما بيساعدش المحصول معايا يبقى ماشي كويس. فالحمد لله مع ان عدينا بفتره كبيره في فتره الشتاء، ومع ان الارض كان واقف فيها ميه كتير، والحمد لله لحد دلوقتي البصل ما تأثرش بأي عوامل طبيعيه. ليه؟ عنده نسبه مناعه جامده، نسبه تنشيط الجذور ماشيه فيه زي ما هي. يعني بصراحه انا هوريك برضو طبيعه البصل اللي معايا. بص حضرتك، انا معايا يعني ادي الجذر ماشي في الارض، يعني تعتبر الارض كانت واقف فيها ميه زي ما انت شايف حضرتك. تمام،
عندي طول الورقه يعني عمر البصله ده يتراوح 3 شهور ونص. مفيش بصله في العمر 3 شهور ونص وتجيب الحجم ده بالعين ده. تمام. نسبه الجذور عاليه مع ان في جذور برضو متقطمه في الارض. تمام. نسبه الصلابه في العود جميله. ماشي. نسبه الاغدرار ونسبه الزراء بتاعته نفس الامكانيات اللي كان بيديها لي مع اقل التكلفه، نفس اللي انا كنت عايزه في الاول ونفس اللي انا كنت شغال بيه. تمام. يعني هقول لحضرتك يعني حتى نسبه الحشرات فيه لا يوجد. ماشي. نسبه الامتصاص الورقه جميل جدا 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 في كل شيء، و يعني عدد الورقات بتاعته ازيد من 10، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني اللي حضرتك شايفه دلوقتي الحمد لله تجربه النوفا السماد الحيوي، يعني هقول لك فوق ال 10 10. يكفي ان دلوقتي بقلل من تكلفه التلت بالظبط. يعني الاول انا كنت مثلا يعني ايه بحط كميات كتيره في المبيدات والمبيدات والاسمده الكيماويه، دلوقتي بقى ايه تلت بالنسبه لما حسبتها بالورقه والقلم لقيت نفسي بكلف التلت، مفيش اي. طب الفرق في المحصول بين المنتج بتاعك دلوقتي وجيرانك هنا اللي زارعين باسمده عاديه ومش سمد؟ المحصول دلوقتي بيني وبين حجم البصله احسن من فرق بيني وبين الكيماوي دلوقتي في الوقت الحالي. تمام. لان انا دلوقتي حد ما كلفتش زي ما هم كلفوا، وبرده مع تقلبات الجو الارض دايما زي ما حضرتك تدي ظهرك بس الارض شايفها زي ما انت كده، ما في ادي الفرق ده واضح معاك وادي الفرق الثاني ومعاك برده الفرق ده من قدام، ما فيش مشاكل. يعني انا الحمد لله بسم الله ما شاء الله في ظل التغيرات ديت الحمد لله بصلي ماشي سليم وبصلي كويس. بالنسبه للتكلفه انت قلت ان التكلفه اقل، ازاي التكلفه اقل بين الزراعه العاديه اللي كنت بتزرعها وبين الزراعه بالسمد؟ انا تكلفه التلت دلوقتي بحسبتها لقيت نفس التلت بالظبط. انا الاول كنت مثلا بكلف 10000 انا بكلف 3 بالظبط، وماشي محصولي اللهم صل على النبي يعني تمام، عين ورق نسبة اغدرار نسبة زراء. بالنسبة للتكلفة الفرق بين التكلفة بين زراعتك بالسماد الحيوي وبين الزراعات بتاعت السنين اللي فاتت بالزراعة العادية؟ تكلفتي دلوقتي بالنسبة لها تلت في التكلفة دلوقتي من قبل كده، لأن الأول كنت بكلف مثلا نسبة تقدرية 10000 اللي في الدم مثلا سواء كيماوي أو مبيدات فطرية، دلوقتي أنا بكلف 3000 بالظبط التلت والتلتين، مع إن دلوقتي كان مثلا السوق كان بيزعلني مثلا في السعر مثلا ما ظبطش ماشي، اجي دلوقتي انا كلفت كتير والسوق ما ظبطش طبعا انا بخسر. دلوقتي انا ماشي دلوقتي تبع التكلفه، سعر التكلفه قليله السعر كويس ماشي مع السوق ربنا يراضي ان شاء الله. السعر يعني اغلى ربنا برضه بيراضي ليه، مع ان انا محصولي دلوقتي ماشي اللهم صل على النبي احسن من الاول بكتير في كل حاجه. انت ذكرت ان دي اول سنه انت بتستخدم فيها السماد الحيوي، ازاي عرفت السماد الحيوي وايه اللي خلاك تجرب، خاصه ان التجربه حاجه جديده مش يعني مش بسيطه او سهله؟ انا اولا انا جازفت بيها، مش هضحك على حضرتك انا جازفت، وجازفت مش ارض واحده دي، انا جازفت في الاراضي عندي كلها ماشي. انا الاول انا بتصفح على النت فطبعا المنشور وصلني، فاتصلت على الدكتور محمد فتحي سالم مباشره فقال لي اقرب موزع ليك هيبقى مثلا في انا في الغربيه، هو في الغربيه في كنيسه دمشيتو الاستاذ حسن. تمام. فاتصلت بيه وتعاملت معاه، بس انا بدات من بعد ما شتلت البصل. تمام. والحمد لله بعد ايه خدت كميه المطلوبه اللي انا عايزها، وقال لي ما تجرب، حتى هو بيقول لي انت هتجرب في الارض كلها، قلت له اه، حتى اخواتي وجيراني وكده قال لك طب ما انت اول ما حاجه تجربها السنه دي، طب ما تجرب في غيط واحد بلاش الارض كلها، قلت له لا يا جازف بالكل يا ايه مش هجازف، قال له خلاص ماشي. فالحمد لله انا جربت تجربتي ديت جازفت على الكل والحمد لله طلعت مجازفه جيده جيده كده، وانا مبسوط لحد النهارده، مع ان الاسبوع اللي عدى يعني بصراحه كان كميه الامطار وكميه الشتاء وكميه الرياح كان البصل ده رائد على الارض رائد زي الغله كده. الحمد لله البصل وقف تاني مكانه وبعد ما فيش اي حاجه مؤثره فيه وجذوره مشيت ووقف صلب نفسه وما فيش اي مشاكل فيه، والحمد لله التغيرات ما اثرتش فيه في اي حاجه الحمد لله. بالنسبه للمتابعه الفنيه من الدكتور محمد او اللي انت متعامل معاهم هنا في الغربيه، هل في متابعه فنيه وزيارات فنيه وتوصيات وبرنامج معين للتسميد، ولا انت بتشتري وبتسمد مع نفسك؟ لا انا ما بشتريش وسمد مع نفسي، لان انا قلت لك اول مره اجرب التجربه ديت، فانا بتابع مع الاستاذ ايهاب ابو رمان ماشي سواء بالتليفون او هو يجي يبص لي عليه. تمام. والاستاذ حسن معاه برضه طبعا، فيا اما بالتليفون يا اما في اي حاجه في ملاحظه غريبه في الارض مثلا برن عليه، يا اما هو يجي لي يا اما هبعت له صوت وصوره. تمام. فهو بيقول لي مثلا هتزود مثلا في كميه الرش معدل كذا، هنقلل كذا، هتمشي فرق بين الرشه دي مثلا لاسبوع او ثلاث ايام، اتني برضه متابع معاهم، ما بقدرش اعمل حاجه من نفسي، والحمد لله طبعا تحت اشرافهم
انا شايف ان الوضع جميل جميل جدا يعني الحمد لله. بالنسبه للمزارعين حواليك، هل حد سالك انت زارع بايه؟ هل حاول حد يجرب يزرع زي ما انت زرعت بالسماد الحي ولا لا؟ بالنسبه للمزارعين كله كان بيجي وانا برش وبسقي، طبعا الري بتاعه تنقيط والرش بتاعه بالنفكي تمام، كان كل برضه يجي. احنا واخدين هنا يعني، هو الموقف ممكن يضحك حضرتك شويه، لان احنا هنا كنا مثلا ما بنحطش كميات بسيطه في المبيدات، احنا مثلا نحط ايه 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، بنجازف لدرجه ممكن البصل يبيض منك من كتر المبيد اللي عليه. ده مش مفيد، ده مش برضه يعني، ده ليه ضرر بعد كده اما الجو يحرر علينا شويه. دلوقتي ما عشان نشوف طبعا الماده، ما تيجي تشوف حضرتك طبعا سايله يعني خفيفه جدا، يقول لك انت بترش ايه؟ عمر ده ما يعمل اي حاجه. طبعا انا واضح من اول تجربتي من حول ما شتلت لحد النهارده، يعني الفلاح بالنسبه لنا عايز يجرب في اللي جنبه الاول، ما يجازفش بزرعته غير لما يشوف اللي جنبه. ده اللي اقدر اقول لك عليه، انما هم دلوقتي متابعين وبرضه بينزلوا الارض من ورايا يبصوا فيها، يبقى في حاجه جديده، متابعين بالنظر. اما ان شاء الله اللي انا متوقعه في نهايه الموسم ان المحصول ده هيرمي احلى من الثاني في زياده في الوزن. ليه؟ لان البصله دلوقتي حضرتك تحس انها ايه؟ تقيله. ماشي، ورصصه لما هي تبصل دلوقتي في عمر 3 شهور ونص، معايا لسه في شهر 4 كلاته ونص 3، هتديني ايه عن كده؟ لازم تديني حجم احسن من كده، ومع ان الورق ده كلاته هيصب هنا والعنق ده طبعا هينزل لحد هنا تحت. طيب الحمد لله انا مبشر خير خير جدا. وانت شايف حضرتك كثافه الجذور شكلها ايه؟ متوقع لو قلنا نسبه في الميه مقارنه بالزراعه العاديه ممكن يديك انتاجيه قد ايه بنسبه في الميه؟ اكتر يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى ممكن هقول الضعف ونص ان شاء الله. ده اللي انا اقدر متوقعه، الضعف ونص. تنصح المزارعين بايه؟ انصح، انا هقول لحضرتك دلوقتي النصيحه، انصح المزارعين انهم مثلا، انا جربت السنه دي وجازفت مش في ارض واحده، انا جازفت في المساحات اللي عندي كلها، سواء هنا سواء في كفر الشيخ سواء في المناطق اللي هي في البلد عندنا بس مناطق متفرقه. انصح مثلا ان هم كلهم باصين لحضرتك دلوقتي ان ايه، اشوف محمد ده هيعمل ايه لحد اخر الموسم تمام، يعني هينجح فيه ولا المبيد ده يعني هيهل معاه شويه. طب هم دلوقتي متشجعين لان احنا في نسبه ظروف تغير مناخيه، وطبعا الظروف دي بتاثر على الزراعات كلها. فطبعا لما يلاقوا الناس ان الزرع ده جميل وواقف على حيله وصالب نفسه وصالب عنقه، فبسم الله ما شاء الله انا متباشر خير للماده دي نوفا جي ونوفا بلس. ناس كتيره عندها مخاوف من ان هي تستخدم السماد الحيوي، يعني انت من واقع تجربتك ممكن تقول لهم ايه؟ انا من وضع تجربتي ان السماد الحيوي الحمد لله ما فيهوش اي نسبه هرمونات، ما فيهوش اي نسبه مواد مسرطنه، لان قبل ما هيبيعه للتاجر انا باخده البيت واكل منه، وطبعا بربي منه بصله ازرعها للسنه الجايه اللي هي التقويه اللي هي الانار الجديده ان شاء الله. بنصح يعني ايه، هو منظر البصل دلوقتي يقول لك لا انت مهرمنه، طبعا انا مهرمنه، طبعا انا برش كذا وكذا، وطبعا لما باجي ارش طبعا انا ما بخبيش رش زي كل الجيران ما بتعمل، لا رش موجود على الطريق، اللي بيجي يقرا من ورايا بتاع بيشوف ارشاداته، وطبعا اللي بيجي يكلمني انا بقول له اللي انا بنصحه من اول ما بدات لحد ما انا واقف لحد ما واقف معايا. هو في بيقتنع عايز يكمل بس بيقول لي انا لا انا همشي كده السنه دي، ان جربت تجربتك والحمد لله كده انا هشتغل بيه ان شاء الله، وانا ان شاء الله مبشر خير 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 جدا في الانتاجيه ورمان المحصول اكتر من الاول ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ محمد. شكرا، شرفنا بحضرتك وتشرفنا بوجودك معايا. شكرا. مهندس عز، اهلا بحضرتك في برنامج من سيزرع المليون، المدير الفني في شركه رويال جرين تكنولوجي اللي هي بتشتغل في السماد الحيوي، واحنا النهارده بنصور التجارب الخاصه بيها. عاوز اعرف من حضرتك ايه اللي بتقدمه الشركه للمزارعين؟ عارفين ان معظم الشركات بتبيع المبيدات وده اخرها في التعامل مع المزارعين، لكن انتوا حسب المزارعين في تعامل وامتداد ومتابعه مستمره للمزارع، عاوز اعرف التفاصيل كامله. مرحب بيك الاول في ارض الحاج محمد راشد في محله منوف مركز طنطا. احنا النهارده موجودين في ارض بصل زي ما حضرتك شايف، في التغيرات الجويه وفي ظل الظروف اللي احنا فيها، فرق كبير بين الكيماويات وبين الاسماد الحيويه ومركب النوفا بلس اللي عامل شغل عالي جدا في الزراعات كلها.
طبعا بالنسبه للكيماويات وبالنسبه للمبيدات بالنسبه للسماد الحيوي بتاعنا الموضوع فرق كتير خالص. والنهارده زي ما حضرتك شايف بالدليل ان احنا موجودين هنا على ارض الواقع بنصور عند الناس ومصور مع المزارعين، فرق شاسع خالص بين المبيدات والاسمده وبين السماد الحيوي. الكيماويات والمبيدات ما كانتش بتواجه الظروف الجويه اللي موجوده حاليا بالدليل على ارض الواقع اللي احنا شايفينه، لكن موضوع الاسمده الحيويه لا فرق شاسع خالص ما بينها وبين الكيماويات، وحتى في التكلفه اقل خالص، وحاجه محترمه وحاجه كويسه ان الناس بدات تقتنع بيها وتشوفها على ارض الواقع. والحمد لله احنا محققين النهارده نتائج كبيره وطفرات عاليه بالسماد الحيوي اللي هو النهارده زي ما حضرتك شايف احنا موجودين النهارده على ارض الواقع. الزرع هو اللي بيتكلم زي ما بيقولوا، والفلاح المصري هو اللي بيتكلم وهو اللي بيقول كل حاجه. فدي اللي انا اقدر نقوله على السماد الحيوي، فرق كتير بالنسبه لل بالنسبه للمتابعه. انتوا كشركه اللي بتقدموها للمزارعين، ايه الحاجات اللي انتوا بتقدموها للمزارعين؟ احنا مع المزارع من اول ما يبتدي مرحله تجهيز التربه او الارض لحد ما بنسلمه الزرع في ايديه، حاجه كويسه. احنا بنتابع مع المزارع دايما، موجود على تواصل مع المزارعين. اي مشكله عند اي مزارع بنتحرك فور الاتصال بينا، احنا بنتحرك عنده دايما، وبنتكلم على ان النهارده المزارع ما ينفعش ان انت تسيبه، ان انا مش ببيع منتج وبسيبه وبمشي، لا ده انا معاه لحد ما يوصل معاه المرحله، ولو حصل لا قدر الله اي ضرب عند اي مزارع احنا بنتحرك فورا على الارض ونبدا نتابع مع المزارع ونشوف ايه المشكله معاه ونبدا نحلها له. طبعا بيبقى في متابعات من غير ما يكون، لا مش لازم يكون في ضربات او في مشاكل كده لا قدر الله، احنا بنتابع مع المزارعين بتوعنا كلهم، ودايما على الاقل كل اسبوع زياره لكل مزارع بيشغل معانا عشان نتابع معاه ونوقفه ان هو يوصل المنتج بالجوده المطلوبه والكفاءه المطلوبه ان شاء الله باذن الله. مدى اقبال المزارعين على السماد الحيوي، وخاصه ان الصوره الذهنيه الخاصه بالمزارع ما بتتغيرش عن الحاجه بسهوله، هل في اقبال من المزارعين على السماد الحيوي؟ الحمد لله رب العالمين، فضل ربنا سبحانه وتعالى احنا مش قادرين نغطي كمان انت يعني الناس اللي هي في ناس كتير طالبه، فطبعا احنا معانا ناس معينه شغاله وبنحاول نفتح شغل جديد لناس جديده نفسنا تجرب المنتج، وان شاء الله باذن الله احنا يعني الفتره الجايه باذن الله هيكون الانتاج الاضعاف، لان طبعا الطلبيات بقت كتير علينا، بنحاول نوفر الطلبيات على قد ما نقدر للمزارعين عشان على قد ما نقدر كل يستفاد وكل يطلع بجوده كويسه في المنتجات الزراعيه كلها. شكرا جزيلا يا باشمهندس. العفو.